السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها عن سقطرى ما بعد إعصار ميكونو. لم تكد سقطرى تطوي صفحة إعصار سياسي اهتزت له كل اليمن حتى داهمها إعصار طبيعي هو الرابع منذ 2015. كانت البداية مع إعصار تشابالا الذي داهمها نهاية نوفمبر 2015، تلاه بأربعة أيام إعصار ميج الذي كان أعنف من سابقه وأسفر عن وفاة 14 مواطنا وجرح العشرات. وبعد مرور نحو أربع سنوات تعاودت الأعاصير الكرة لتضرب الجزيرة مرة أخرى بإعصار ميكونو الذي ضربها وخلف دمارا كبيرا نتج عنه فقدان 19 شخصا بحسب تصريحات السلطة المحلية في الجزيرة. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أهم الاحتياجات التنموية والإنسانية المطلوبة لسقطرى ودور الجهات المعنية والمنظمات الإغاثية في دعم سقطرى. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر الإسكايب من الجزائر الناشط من أبناء محافظة سقطرى الدكتور محمد خليفة، وسيكون معنا وهو رئيس مؤسسة سقطرى التنموية، وأيضا سيكون معنا من كوالالمبور الدكتور فيصل علي ناشط وكاتب سياسي، وكذلك سيكون معنا من محافظة سقطرى محافظ المحافظة رمزي بن محروس. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور فيصل علي من كوالالمبور في ماليزيا. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير بشير. رمضان كريم، كل عام وأنت بألف خير. اليوم نتحدث عن سقطرى، ربما كان الأسابيع الماضية كان هناك جدل كبير وحملة كبيرة عن سقطرى بعد الجدل الكبير والأزمة التي حدثت بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكن بعد أن ضربت الجزيرة بإعصار ميكونو ربما لم يكن بذلك الزخم والاهتمام الكبير بجزيرة سقطرى. ما هي الأسباب برأيك؟ خرجت الإمارات منكسرة من سقطرى، ماذا تريد من زخم؟ الحكومة أعلنت المحافظة محافظة منكوبة وطالبت من المجتمع الدولي ومن يعني وقامت بتحركات لا بأس بها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومساعدة أهالي سقطرى. المملكة العربية السعودية أرسلت طائرات شحن وإغاثة، كان هناك اهتمام ملحوظ يعني، والسلطات المحلية في سقطرى لم تقصر، المحافظ كان هناك وأتقن من يعني من الفرق الشابة التي الأهلية التي كانت تساعد الأهالي في نقل معداتهم أو نقلهم أو فرق إنقاذ. لم يكن هناك يعني تواني لا من أبناء سقطرى، وكانت قلوب كل أبناء اليمن مع هذه المحافظة. ما غاب عن سقطرى هو حقيقة الدعم الإماراتي. عندما سئل الإماراتي لماذا أنتم في سقطرى، قالوا نقدم مساعدات. هل المساعدات تقدم عبر الطائرات وعبر الدبابات والمدرعات والجنود الذين أنزلوا؟ هؤلاء لم يقدموا مساعدة لسقطرى ولم يهتموا بها، فقط يريدون احتلال سقطرى، يا إما احتلالا عسكريا أو إما احتلالا ناعما عن طريق مؤسساتهم الخيرية والمدنية. لكنهم في حقيقة الأمر كما شاهدنا وتابعنا لم يقدموا شيئا يذكر لسقطرى خلال هذا الإعصار الذي ضرب الجزيرة. نعم، خلال الأيام الماضية. طيب نعم. لكن سمعنا دكتور فيصل بأن هناك ربما يعني طائرات إغاثة إماراتية وصلت إلى الجزيرة. سأسمع من الدكتور محمد خليفة من أبناء جزيرة سقطرى، وهو رئيس منظمة المؤسسة اليمنية للنهضة والتنمية. مساء الخير دكتور محمد. مساك الله بالنور والسرور إن شاء الله، وعلى جميع المشاهدين الكرام، مشاهدين المنبر الحر قناة بلقيس، وتحية لكل أم ولكل أب ولكل طفل يمني حر. مرحبا بك دكتور محمد.
أنتم كيف تابعتم أو لو صفت لنا يعني الوضع في جزيرة سقطرى بعد إعصار ميكونو، وكيف الاهتمام من قبل الحكومة الشرعية، من قبل التحالف العربي، من قبل الجميع المنظمات الإغاثية لإغاثة الجزيرة؟ نعم، كما شاهدنا وشاهد الجميع، فنحن نقول نرحب بكل داعم وبكل ساند اليمن بظرفها الحرج في هذه المرحلة حقيقة، واليمن كلها تعاني، وباستثناء سقطرى، كون سقطرى هي معزولة وهي عبارة عن مجموعة أرخبيل ومنعزلة عن العالم حقيقة، وأبناء سقطرى حقيقة يعانوا. فالإمارات نحن نرحب فيها كشقيقة، وكون دولة الإمارات عضو في التحالف العربي مساندة لإعادة الشرعية إلى اليمن، فنحن نقدر جهودهم ولا نركز على الخلافات السياسية الداخلية، لأن انطلاقا من منهجيا وانطلاقا من دراستي وتخصصي كدبلوماسية وتعاون دولي، فهناك كثير من المحللين يرون أن لا يوجد هناك تعاون وإنما يوجد تنافس، ولكن الخلافات السياسية بين الدول هي موجودة. يعني لو نحن نأخذ نموذج الاتحاد الأوروبي، داخل الأسرة الأوروبية هناك خلافات بين اليونان وألمانيا. يعني اليونان قبل فترة طالبت بتعويضات من ألمانيا، يعني أثناء الحرب النازية على اليونان. نعم. فالخلافات موجودة، لكن الاتحاد الأوروبي يعني رد على هذا الطلب اليوناني بأنه يجب علينا أن نركز على القضايا المسيرية، القضايا الأهم، وإنما القضايا الداخلية الضيقة نحاول أن نحن نأجلها أو نعالجها داخليا. نعم. فالخلافات يعني في المنطقة، يعني الخليج نعم واليمن. دكتور محمد، حتى لا نتوسع يعني موضوع حلقتنا، يعني دكتور محمد اسمح لي واعذرك، اعذرني على المقاطعة، موضوعنا هو يعني عن الجانب الإغاثي، كيف يمكن مساندة سقطرى ودعم سقطرى بعد كارثة إعصار ميكونو. سأعود إليك، ولكن اسمح لي أن أرحب بمحافظ محافظة سقطرى الأستاذ رمزي بن محروس. مساء الخير أستاذ رمزي. مرحبا، أهلا بك، اهلا بك، ورمضان كريم، وكل عام وانت بخير، واهل الجزيره ان شاء الله بسلامه بعد اعصار ميكونو. سعاده المحافظ، في البدايه لو تحدثنا يعني كيف تجاوزتم هذا الاعصار، ما هي الخسائر التي خلفها هذا الاعصار، ومن ثم نتحدث عن المعونات والاغاثه، وكيف يعني سيتم دعم سقطرى، وما الذي قد وصلها؟ نعم اخي، الحمد لله نحن تجاوزنا بفضل الله، اولا ثم بفضل تعاون جميع الخيرين من أبناء سقطرى، من السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية والمجتمع المدني في هذه الإعصار الذي حل في هذه المحافظة، لكن تعاون الجميع والتمويل على الكل من أبناء سقطرى، الالتزام بالضوابط التي أرشدتها السلطة المحلية، وعملنا غرفة عمليات متواصلة خلال قبل الإعصار وأثناء الإعصار وبعدها، الحمد لله كل الجهود هذه، ولكن كانت بإمكانيات يعني متواضعة جدا للسلطة المحلية لمواجهة هذه الإعصار. بإذن الله سبحانه وتعالى تجاوزنا والحمد لله، وكانت معنا نعم أضرار مادية وخسائر في الأرواح تجاوزت إلى الآن، نحن المفقودين في عدد 15 شخص إلى الآن، تم العثور على جثث من 15، لا يزال 8 من الجثث من المفقودين إلى هذه الساعة في عدد المفقودين. هناك أضرار مادية في قوارب الصيادين وفي السفن الخشبية التي كانت هي تعتبر تموين لهذه المحافظة، التموين الاحتياطي لهذه الفترة. كذلك هناك 5 عذاري صيد سعة 20 طن و 25 طن و 100 طن غرقت في هذه الإعصار في ميناء سقطرى. هناك خسائر في الحيوانات، وهناك خسائر في الجانب الزراعي، هناك خسائر كثيرة جدا لم نكاد نحصيها تفصيليا، ولكن
موجوده معنا احصائيه اوليه للمناطق التي استطعنا ان نوصل اليها خلال هذه الايام، نتيجه ان جميع الطرق الرئيسيه والفرعيه لم نصل مقطوعه نتيجه تدفق المياه وتدفق كثافه وغزره المياه التي هطلت في هذه المحافظه. خرجت جميع الطرق الرئيسيه والفرعيه عن الخدمه، لذلك نحن بدينا بعد خروج العصر مباشره في منطقه الليل لشق الطرق، ولا نزال الى يومنا هذا ونحن نفتح الطرق لجميع المناطق، لكننا لم نصلها اليها كلها، ولكن سنصلها خلال الايام القادمه، وستكون مع الاحصائيه الكامله الدقيقه لجميع الاضرار في هذه المحافظه. نعم نعم. طيب سيادة المحافظ، فيما يخص تحدث الكثير عن جسر جوي إغاثي من المملكة العربية السعودية، من دولة الكويت، من العديد من المنظمات الإغاثية، من الحكومة الشرعية للجزيرة، ما الذي وصلكم حتى اللحظة؟ نعم جسر جوي وصلنا من المملكة العربية. نعم قناة الأعمال الإنسانية. نعم هناك ووصلنا من مواد إيوائية من الكورس والبطانيات والقيم، وهناك مواد غذائية، سلة غذائية برضو من ضمن الجسر الجوي الذي هو أتى من مركز الملك سلمان، وهناك جسر جوي من الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. إذا هذه كلها تعتبر إسعاف أولي، لكننا المتضررين من أبناء سقطرى يعتبر المجتمع السقطري كاملا متضرر في هذه اللحظة، لأن جميع البيوت التي كانت في المدينة أو كانت في الأرياف أو كانت على السواحل غمرها المياه كاملة وأتلف كل ما فيها من كل المواد الغذائية اللي كانت في حوزة المواطنين إلى هذه الساعة تعتبر كاذبة. وأخي خلال أنا أناشد أن نحن قلنا في كل عام من هذا في هذا الشهر نعمل على تموين المحافظة بعدد من المواد الغذائية الرئيسية لهذه المحافظة. اليوم أخذنا تقرير مفصل من الأخ التجارة والصناعة، وتفاجأنا بأن الاحتياط للمواد الغذائية في المحافظة نقص إلى 20%. إذا 80% هو نقص احتياج الذي هو كان يغطي المحافظة، نتيجة أن السفن التي تعرضت للإتلاف خلال هذه الأعصار هي سفن تجارية تنقل جميع المواد الغذائية والاحتياجات لهذه المحافظة. نحن إلى الساعة الإغاثات التي تصل لم تصل إلى جميع المحتاجين في سقطرة، نحن نحتاج إلى جسر جوي كبير يغطي احتياجات أبناء سقطرة من جميع المواد الغذائية، نتيجة لا يوجد هناك اي تموين غذائي، لان البحر الان بدا بانقطاع وعدم دخول اي سفينه الى هذه الساعه. نعم، طيب سيادة المحافظ تكرم بالبقاء معي، واعود للدكتور فيصل علي عبر السكايب من كوالالمبور. دكتور فيصل، كيف تقيم اذا الدعم الخليجي في دولة الامارات وايضا المملكة العربية السعودية لجزيرة سقطرى؟ كما يقول المحافظ وصل دعم لكنه دون المستوى المطلوب، برايك لماذا؟ اولا المساله الانسانيه يجب ان تسبق المسائل السياسيه جميعا. انا ذكرت معلومه سابقا ان الامارات لم تساعد، المحافظه قمنا ساعدت، ربما المعلومه لم تصلني. المطلوب من التحالف بشكل عام ومن قياده التحالف وتقود المملكه العربيه السعوديه التدخل السريع وايصال كافه المواد التي يحتاجها ابناء سقطرى. لماذا هناك نقص 20% من الغذاء؟ ربما يكون لديهم نقص في مواد تموينية أخرى والأدوية الإسعافات الأولية. هذا يعني واجب إنساني على التحالف أن يقوم به الآن، بعيدا عن التفصيلات السياسية وعن قضايا الخلافات التي مرت في المرحلة الماضية. جزيرة سقطرى يعني أرخبيل سقطرى عفوا محافظة يمنية وتحتاج كل الدعم والجهود الحكومية. يجب ألا تترك كمحافظة نائية أو كمنطقة نائية، هذه منطقة حيوية وقريبة من خطوط الملاحة الدولية ومن طريق الحرير القادم
ويجب أن يعني أن تقوم فيها نهضة تنموية وتخطيط حضري وإعادة يعني إعادة النظر في مسألة البناء والتنمية في هذه الجزيرة، وإبعاد الناس عن مناطق الخطر التي اعتادت أن تضربها الإعصارات المتكررة من 2015 كما تحدثتم في تقريركم قبل قليل. لابد من تنمية اليوم، لابد من مساعدات إنسانية سواء من التحالف أو من غير التحالف. لماذا العالم كله نظر وتابع وراقب وشاهد هذا الإعصار وهذه الكارثة على هذه المحافظة اليمنية؟ لماذا لم تتحرك يعني المنظمات الدولية، دول الاتحاد الأوروبي والأمريكان؟ هناك نقص يعني في هذه نعم. يعني نقص في المواد الإنسانية والإغاثية في هذه المنطقة من العالم. لماذا لم يتحرك العالم على الدبلوماسية اليمنية أن تحرك هذا الملف عالميا، ولا تترك أهالي سقطرى يعني لحظهم من الأعاصير والكوارث؟ نعم نعم طيب، أيضا أشرك الدكتور محمد خليفة من الجزائر عبر السكايب من أبناء جزيرة سقطرى. دكتور محمد، أنت أيضا كيف تقيم أداء السلطة المحلية في جزيرة سقطرى، مقدار اهتمامها وقربها من أبناء الجزيرة، تقديم الخدمات لهم، مشاركتهم، معاناتهم في ظل العواصف والعاصير التي تضرب الجزيرة؟ نعم أستاذي، في البداية أحب أن أرسل باقات الشكر وتقديرا وعرفانا وإجلالا لمعالي المحافظ الأستاذ رمزي محروس. حقيقة يعتبر هي حقيقة فرحة لسقطرى أنها وفقها الله عز وجل أن يكون لديها محافظ بهذا الحجم حقيقة. وجوابا على سؤالك، يعني وكما ذكر ضيوفك الكرام، يعني سقطرى مرت بأعاصير قبلها، أعصار تشابالا وبيج دمر كل جميل في سقطرى. سقطرى ليست اسم فقط، سقطرى هي ثروة يمنية، سقطرى هي لؤلؤ يمنية، سقطرى لكل اليمنيين. فحقيقة يعني ما لاحظناه خلال الفترات السابقة وما قدمته الحكومة اليمنية والأخوة الأشقاء في التحالف أو غير التحالف، فحقيقة لا 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 يمكن أن أقول أن هناك تنمية حقيقية، وإنما كانت دعم ترقيعي وليست هناك تنمية حقيقية. فهناك دعومات أتت لكنها لم تأتي وفق خطة شاملة، وفق خطة مدروسة، وإنما كانت عبثية وفوضوية، وآلاف الدولارات راحت يعني هباء منثورا. يعني سقطرى حاجة إلى خطة تنموية بيئية، كونها يعني تتميز بالتنوع البيئي في سقطرى، وخاصة يعني قبل يعني مع أعصار ما كانوا، يعني الضرر الجانب البيئي كثير. يعني عندما تذهب إلى يعني حسب ما تواصلنا مع الأخوة، فمنطقة ديكسم وهي محمية طبيعية، يعني ديكسم هذه هي موطن للدم الأخوين، الشجرة النادرة عالميا. فبعد أعصار ما كانوا يعني هناك انجراف للتربة، يعني هناك كثير من الأشجار دم الأخوين سقطت، اللي هي يعني على زوال السقوط، لكن مع قوة غزارة الأمطار وانجراف التربة فسقطت الكثير من الأشجار. وهذا حقيقة يعني يؤثر على الأجيال القادمة. يعني نحن لا ننظر إلى الأجيال الحالية، ولكن لازم نحافظ على حقوق الأجيال القادمة. نعم طيب دكتور، سأعود لمحافظ المحافظة الأستاذ رمزي محروس، ابقى معي، وأيضا الدكتور فيصل، وأعود لسقطرى مع محافظ المحافظة أستاذ محروس. إذا ربما الدكتور محمد ذكر نقطة في غاية الأهمية، أنه ربما يقتصر الدعم على معونات إغاثية تقدم للجزيرة بشكل غير المطلوب وغير كافي، لكن أيضا على الجانب الآخر الأضرار الكبيرة التي تلحق بالبيئة والتنوع البيئي في جزيرة سقطرى. يعني كيف تعالجون كل الدمار الذي يلحق سواء بشجرة دم الأخوين أو بعض النباتات النادرة أو الحيوانات أو الطيور أو ما شابه ذلك؟ نعم أخي، نحن من خلال توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله أننا نتعاون مع جميع المنظمات الداعمة وجميع دول التحالف في عملية الدعم الإغاثي، لأننا نحن حاليا نحتاج إلى
عملية إغاثة عادلة، ونحن رفعنا إلى المنظمات الدولية المهتمة بالجانب البيئي لعملية مسح بيئي لإيجاد عملية احتواء هذا الضرر الذي هو يعتبر ضرر بيئي في الجانب البحري والجانب البري. وهناك لجنة ستأتي من الأمم المتحدة يوم غد بإذن الله سبحانه وتعالى، هي لجنة إغاثية ولجنة أخرى لجنة مسحية لتقييم الأضرار، سواء كان أضرار مادي أو أضرار بيئي أو أضرار في الأرواح والأرض. هذه اللجنة أعتقد أنها ستخرج بتقرير قادم بإذن الله سبحانه وتعالى سيفيد الخبير ما هي الأضرار البيئية وما هي الأضرار المادية التي أثرت في هذه المحافظة. نحن تحت توجيهات فخامة الرئيس رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أننا نتعامل ولكننا دائما نقول أننا اليوم عكس ما نحن قمنا في شباب هوميج، إن قمنا في موسم لا نزال نستطيع أن ندخل أي مواد في هذه المحافظة، لكننا اليوم نحن في موسم إغلاق البحر على المحافظة نهائيا، ولا يبقى لنا الخروج من المحافظة لعملية الطيران، لذلك لا يمكن إدخال أي مواد غذائية لهذه المحافظة. لذلك نحن نعمل بإجراء عاجل لجميع المنظمات ولجميع الدول المانحة إعطاء الدعم الكافي حتى يصل إلى كل بيت وإلى كل أسرة في هذه المحافظة حتى يسد احتياجات، لأن نحتاج إلى احتياجات خلال 4 أشهر قادمة، ليس إغاثية لشهر أو أسبوعين أو 3 أسابيع، وإنما نحتاج إغاثة كافية لتسد احتياجات المواطنين خلال 4 أشهر القادمة نتيجة عدم إيجاد أي وسيلة دخل إدخال أي مواد غذائية من البر العطري اليمني أو غيرها من الدول الأخرى. لذلك اليوم نعتبر الضرر اللي حصل لسقطرة هو ضرر كبير جدا نتيجة إغلاق البحر في هذا الموسم، ونتيجة تضرر جميع المواد الغذائية التي كانت مع المواطنين وجميع الأمتعة التي كانت مع المواطنين، بعضها تعرضت للتلف. هذا هو نداءنا العاجل، كمان هناك نداء عاجل بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية، لابد أن تكون هناك إجراءات في إيطالها بشكل سريع وعاجل. نعم، طيب سيادة المحافظ، لا شك أن الآن الكثير يتحدث عن دعم كبير سيصل إلى الجزيرة، يعني أنت ربما تطلع كمحافظ المحافظة بصورة مباشرة على مقدار هذا الدعم وما هي يعني الجسور الجوية التي ستصل إلى الجزيرة خلال الفترة المقبلة. هل هناك وعود بأن هناك الكثير من المعونات الإغاثية ستصل، أم ربما سيقتصر فقط على ما ذكرت من بعض المعونات التي لا تكفي حتى لفترة بسيطة، وأنتم مقدمون على يعني موسم لا يستطيع الناس أن يتحرك في الجزيرة لمدة 6 أشهر مقبلة أو 4 أشهر؟ نعم أخي، تحسبا لهذا الأمر نحن شكلنا لجنة إغاثة في المحافظة حتى تعمل على ترشيد هذه الإغاثة لوصولها جميع المحتاجين. نعم فينا من جهة عدة لوصول إلى المحافظة لإيجاد الإغاثة العاجلة، وهناك الجسور بدأت من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية، ومنتظرين الأخوة الداعمين الأخرى دولة الكويت والأمم المتحدة وكل الداعمين الذين هم وعدونا سيصلوا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكننا الذي نحن نريد أن نبلغ. نعم، تسد احتياج المحافظة بشكل عام، هذا هو الذي نتطرق إليه اليوم عبر قناتكم الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة المحافظ، سؤال أخير فقط، لا شك أن هذه العصير هي تضرب الجزيرة بصورة ربما متتابعة، يعني خلال 3 سنوات أكثر من 4 إلى 5 عصير تضرب الجزيرة وتترك دمار كبير في الجزيرة. هل هناك خطة لبناء مثلا مجمعات سكنية خاصة لمن هم قريبون من الأماكن التي تضربها العصير، أماكن بديلة، أماكن إيواء أخرى، يعني تحل المشكلة جذريا وليس مؤقتا؟ نعم أخي، نحن لدينا خطط واضحة، لكننا نحتاج إلى جهات داعمة لتنفيذ هذه الخطط. لا يوجد هناك
اي فائده من عمل خطط واجراءات اذا كان لا تجد لك اي دعم خطه داعمه واضحه من الجهات الداعمه حتى نقدر ان نرتقي ونخرج بهذا المجتمع من الابواب. نحن مجتمع مترامي الاطراف، مجتمع على السواحل، واغلبنا والمتبقي في مرتفعات الجبال، لذلك نحن نتعرض دائما، وهذه منطقة هي منطقة تتعرض في السنوات تعرضت في السنوات السابقة لإعصارات وإعصار خرجنا منه، وأنا متوقعين هناك إعصارات أخرى تلحق بهذه المحافظة نتيجة موقعها بين البحر العربي والمحيط الهندي، لكن لذلك لابد أن تكون هناك منظمات داعمة ومراكز إيواء أو مراكز سكنية تسمى أو باسم الدولة الداعمة أو باسم المركز الذي يدعم. نحن جاهزين ومعنا أماكن آمن. نعم طبعاً، لكننا نريد من الجهات الداعمة إعطائنا ما هو الدعم المتاح عندهم حتى نعطيهم الخطط والإجراءات التي هي موجودة معنا في المحافظة. أكيد هناك خطط واضحة ومدروسة معنا، لكن نحتاج سيادة المحافظ. نعم سيادة المحافظ، نعم في 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 كلماتك الأخيرة فقط، المحافظة الحكومة الشرعية أين دورها بصورة مباشرة لدعم الجزيرة ومخصصات الجزيرة وميزانية الجزيرة؟ نعم أخي، نعم هناك دعم وافر من الحكومة للمحافظة، لكننا زي ما تعرف وضع الحكومة عاد بدأت تتعافى، وهناك إجراءات عملتها الحكومة، كانت معنا الحكومة خلال أسبوعين وعمل بعض المشاريع التنموية التي هي تعيد الحياة لهذه المحافظة وتعيد التنمية الواضحة لهذه المحافظة. نعم الحكومة لها دور كبير، لها إجراءات تعملها، لكننا تعرضنا إلى إعصار، والحكومة هي الآن تعمل على وقد وجه فخامة الرئيس حفظه الله بعملية إغاثة جميع أبناء سقطرى. الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم، لكننا نحن نفتقد كل المواد الموجودة في المحافظة، لا توجد هناك مواد غذائية كافية حتى نقدر أن نشتريها من السوق بتوجيهات فخامة الرئيس. نحن قلنا أنا أتكلمك عن عدم وجود أي إمكانية في السوق، السوق اليوم هو فاضي من عملية المواد الغذائية، لا توجد في السوق، كيف نعمل على دعم هذا المجتمع؟ لذلك نعم. نحن كنا نطالب بكسر جوي نتيجة عدم وجود أي مواد غذائية في الأسواق، الحكومة وجهت. أشكرك. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ رمزي محروز محافظ محافظة سقطرى، شكرا جزيلا لك. وقبل أن أعود للدكتور فيصل علي وأيضا الدكتور محمد خليفة، سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، عدها الزميل وديع عطا عن سقطرى والأعاصير التي ضربتها خلال الأربع سنوات الماضية والأضرار التي لحقت بالجزيرة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد وإلى ضيفي الدكتور فيصل علي. دكتور فيصل علي أرحب بك من جديد مع أيضا الدكتور محمد خليفة. دكتور فيصل، إذن لا شك أن الحكومة الشرعية ربما حاولت في الفترة الأخيرة أن تفتح العديد من المشاريع وتضع حجر الأساس للعديد من المشاريع كما تحدث المحافظ وتابعنا عبر وسائل الإعلام، لكن كل هذه المشاريع ربما يعني هي في إعداد حجر أساس توضع بدون موازنة بدون دعم يلحق تلك المشاريع. يعني برأيك هل فعلا هناك عذر للحكومة على الأقل في هذه الفترة التي تمر بها، أم من الواجب على الحكومة أن توفر يعني موازنة ولو بالصورة الـ 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 يعني ما يلبي حاجة الناس في هذه الجزيرة وهذه المحافظة؟ صديقي العزيز بشير، الجزيرة تحتاج أشياء كثيرة. الآن نحن نتحدث عن المساعدات وهذه مسألة مفروغ منها. الجزيرة بحاجة إلى تنمية حقيقية، بحاجة إلى بناء وتخطيط حضري. الجزيرة بحاجة إلى أن تكون واجهة يمنية لا أن تكون منطقة نائية وفقط. الأرخبيل بحاجة إلى جامعة تؤهل كوادر سقطرى، بحاجة إلى مراكز بحثية أو مركز بحثي فيما يتعلق بشؤون البيئة السقطرية. الجزيرة بحاجة إلى الكثير والكثير والكثير من الدعم حتى لا تترك لمثل هذه الكوارث والأعاصير. هذه الكوارث والأعاصير ربما الدراسات المستقبلية التي يمكن أن تدرس في هذه الجزيرة تجنب هذه الجزيرة الكثير من الأضرار. مثلا البناء في مناطق لا تصلها الأعاصير، المرتفعات، لماذا يعني يترك الناس يبنون في المناطق المختلفة من الجزيرة بناء عشوائيا حتى وتتعرض حياتهم للخطر؟ التقرير الذي أعده وديع قال أنه في الفترات الماضية أيضا هناك من فقدوا بجراء الأعاصير. لابد من حلول جذرية للجزيرة، يجب أن لا تترك الجزيرة وأهالي الجزيرة لأقدارهم، يجب مغالبة الطبيعة في هذه الجزيرة وعمل حلول جذرية، وأن لا تترك الجزيرة كما قلنا عرضة للأعاصير. الحكومة اليمنية وفرت بعض المشاريع وأنا تابعت كما تابع يعني كثير من المشاهدين، مشاريع بسيطة لا تفي يعني لا تفي بالغرض المطلوب منها في هذه الجزيرة. الجزيرة عفوا الأرخبيل كبير وعدد سكان كثيف وأيضا يحتاجون الكثير من الخدمات، يحتاجون الرعاية الكاملة. يجب ألا تترك سقطرى للأطماع، ويجب ألا يترك أهلها للموت وللضياع ولقلة التعليم. كانت الكويت ستبني كلية مجتمع، سقطرى اليوم بحاجة حقيقية إلى جامعة لا إلى كلية مجتمع وحيدة. ربما تحتاج العديد من الكليات والمعاهد التقنية والمهنية لتمكين أهلها من أخذ فرصهم في التعليم وأخذ فرصهم في الحياة القادمة. اليمن مقبلة على خير كثير، الخارطة العالمية الآن تتغير، طريق الحرير سيكون قريب من سقطرى، أقرب يعني من كثير من دول الخليج البعيدة عن هذا الطريق. ولذلك يجب أن تهيئ سقطرى للمستقبل، يجب أن نتجاوز الماضي، تتجاوزه الحكومات، تتجاوزه بالمشاريع المستقبلية وبتنمية حقيقية في هذا المنطقة الهامة من اليمن. نعم. طيب أيضا الدكتور محمد خليفة، دكتور محمد لا شك أن اليونسكو وأيضا المنظمات التي تعني بالجزر الطبيعية والمناطق الطبيعية في أنحاء العالم وسقطرى هي جزء من هذه المنظومة، كيف تقيم اهتمامها بالجزيرة؟ هل هناك من تسليط ضوء بشكل كبير يعني تدعم من أجل الحفاظ على هذا البيئة المتنوعة في جزيرة سقطرى، أم فقط يقتصر الموضوع عن بعض يعني التصريحات حول الجزيرة من هنا أو هناك؟ شكرا. نعم أخي الكريم، المنظمة اليونسكو والمنظمات المهتمة
في الجانب البيئي والتنوع الحيوي، هي حاولت أن تعطي لسقطرة مكانتها حقيقة. فهناك ترويج كبير من هذه المنظمات، يعني سواء حكومية أو غير حكومية، خاصة في الجانب البيئي والتنوع الحيوي لسقطرة. حقيقة سقطرة وصلت إلى مراكز بحثية يعني جدا راقية في هذا الجانب، لكن يبقى التقصير على الجانب الحكومي. يعني عندما نحن لو نأخذ مثالا، يعني سفراءنا في الخارج، يعني الذين أكثر من 50 سفارة خارج اليمن، لا 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 نجد هناك أي سفير يقوم بوظيفته الحقيقية حقيقة. يعني لا 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 يكون هناك الترويج الحقيقي ما يحصل داخل اليمن. يعني أنت مبعوث سفير إلى 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 خارج البلد، يعني نتمنى أن تقوم وتعمل هناك ندوات ثقافية عن اليمن، من هي اليمن، تاريخ اليمن، الموروث البيئي إلى هذا الجانب. لكن الجانب الحكومي هناك تقصير حقيقة، يعني سواء على الجانب السفراء أو على الجانب يعني السلطة على الشرعية بحد ذاتها، لم يكن هناك يعني الرؤية الحقيقية، يعني التنمية وتطوير هذه الجزر في الجانب البيئي، كونها تشكل تنوع فريد حقيقة في المنطقة. سقطرة يعني كما ذكر سابقا ثروة حقيقية للوطن، وكما تفضل الدكتور يعني ذكر نقاط جدا مهمة. سقطرة يعني لا تترك لوحدها ولا تترك للأطماع في المنطقة، يعني سقطرة تبقى يمنية إلى الأبد. فاليوم طالب من سقطرة يذهب إلى عدن يعني بالبحر بين أمواج الموت ويطلب العلم، يعني أين الحكومة؟ أين دور الحكومة هنا؟ يعني سقطرة بحاجة للتعليم، سقطرة بحاجة لمراكز بحثية. يعني داخل سقطرة لا يوجد مركز بحثي، يعني داخل سقطرة لا توجد جامعة، يعني بحكم أنها مكانتها ووزنها البيئي والتنوع الحيوي، وتترك وتهمس سقطرة. نحن في القرن 21 2018 أساسيات الحياة غير موجودة في سقطرة. أنا واجهت التحديات إن أوصل إلى هذه المرحلة ما وصلت إليها اليوم في التعليم. لم تكن هناك داعم حقيقي للحكومة إلى ما وصلت إليها اليوم، لكن نحن نبقى ونكافح من أجل العلم، من أجل خدمة الوطن والمجتمع، ومن أجل نعيش حياة كريمة لكل مواطنين اليمن بشكل عام. نعم، أيضا دوركم أنتم في كأبناء جزيرة سقطرة، ما الذي عملتموه من أجل أن توصلوا صوتكم، من أجل أن يعني تهتموا بنقل ما تريدونه في هذه المحافظة، سواء للحكومة الشرعية، سواء للمنظمات الدولية، أو حتى أيضا ل يعني من يهتمون بسقطرة ويدعمون سقطرة؟ صحيح أستاذي، هو حقيقة يعني هناك حقيقة هناك شباب بالفعل، يعني في سقطرة هناك شباب صاعدين حاولوا أنهم يظهروا الصورة الجميلة لسقطرة، ويظهروا من نحن وماذا نحتاج، ماذا تحتاج سقطرة. فهناك مبادرات حقيقة تقدم فيها مجموعة من الشباب، و يعني حتى قبل الأحداث، يعني قبل 2011 هناك مجموعة من الشباب حاولوا أنهم يقدموا رؤية تنموية للحكومة، لكن يعني لم يكن هناك أي اهتمام من جانب الحكومة في هذا الجانب. لكن نحاول نحن، وهناك مجموعة شباب كمان طرحوا الخطة التنموية 2028 مستقبلا، يعني مختلف الجوانب، على أساس أنه يكون هناك المركز اليمني للأبحاث والدراسات للعلوم الطبيعية والتنمية المستدامة، يكون في سقطرة ويشمل جميع محافظات الجمهورية، ويقوم ويعمل بحوثات ودراسات عالمية، وينشر نشرات ومجلات دولية إلى جميع أنحاء العالم. هناك كمان رؤية على أساس أنه يكون هناك متحف بحري يهتم بالتراث البحرية لسقطرة، يكون التاريخ البحري لسقطرة عريق، يعني حتى أن قبل السبعينات يعني الأشقاء في دول الخارج كانوا يشتغلون في سقطرة، يعني بحثا عن اللؤلؤ وما شابه لذلك. فنحاول أن نحن نجسد هذا الهوية وهذا التاريخ من أجل الأجيال القادمة لإعطائهم صورة الماضي، لأن لا يمكن أن تبني جيل بدون التركيز على الماضي وبنائه بناء صحيح.
فهناك مبادرات حقيقة. فنحن نأمل الآن من القيادة السياسية الجديدة ممثلة بالمحافظ الأستاذ رمزي محروس، حقيقة نحن آملين عليه ونثق فيه كل الثقة، ونتمنى من السلطة الشرعية، الحكومة الشرعية، أن تعطي مجال لهذا الشاب الطموح أن يعمل وأن يتوسع وأن يكون له سند. نعم. طيب دكتور فيصل علي، إذا أمام يعني ما حصل مؤخرا من أطماع ربما بدأت تحيط بجزيرة سقطرى، وظهر ذلك جليا من الأزمة الكبيرة التي حصلت مؤخرا بين الحكومة اليمنية ومن كانوا يريدون أيضا السيطرة على جزيرة سقطرى، لكن في المقابل الآن يعني من وجهة نظرك، ما الواجب الآن على الحكومة الشرعية من دور يجب أن تقوم به في جزيرة سقطرى؟ ما الواجب أيضا على أبناء سقطرى أنفسهم من دور حتى يحافظوا على هذه الجزيرة بتنوعها، بما تملك من ثروة حيوانية وأيضا بشرية وأيضا يعني أشجار متنوعة وغيرها في الجزيرة؟ تتذكر بشير، يعني قبل وصول القوات الاحتلال الإماراتي إلى سقطرى كنا نتحدث عن افتتاح دولة رئيس الوزراء لعديد من المشاريع في الجزيرة. تحدث معك عبر هذا البرنامج وتحدثنا عن احتياجات جزيرة سقطرى، كان تحدثنا عن جامعة سقطرى، وتحدثنا عن مركز بحثي بيئي في سقطرى، وتحدثنا عن قوات خفر سواحل وجيش وأمن لحماية هذا الأرخبيل من أي أطماع خارجية. يجب أن تكون اليمن موجودة هناك وبقوة. وجود جامعة في سقطرى سيغير الوجه الحقيقي لسقطرى، وسيظهر الوجه الحقيقي عفوا لهذه الجزيرة ولأبنائها. أبنائها اليوم يحتاجون التعليم، كثير من أبناء سقطرى يحجمون عن التعليم لغلاء المعيشة والتكاليف الباهظة والذهاب والسفر. هذه كلها مسائل يجب أن توضع بالحسبان. أبناء جزيرة سقطرى، أبناء أرخبيل سقطرى، أبناء محافظة سقطرى أثبتوا في هذه الأزمة أنهم يمنيون للأبد. لا يمكن التلاعب لا بهوية سقطرى ولا يمكن العبث ببيئة سقطرى. علينا أن نتعاون كشعب يمني، أن نتعاون مع الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل يعني وكل القوى الفاعلة في المجتمع في التعاون مع سقطرى وأهالي سقطرى، وألا تترك سقطرى لوحدها وألا يترك أهلها لوحدهم. تنمية هذه المحافظة اليمنية هو تنمية ستعود بالخير على اليمن أجمع. وجود خلل أو ضرر في سقطرى يمس الشعب اليمني كاملا. سقطرى لا يجب ألا تترك وحدها، كما أشرت، على الحكومة وضع الخطط الكافية والمسارعة في فتح جامعة سقطرى خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان. الجزيرة صحيح في كارثة، لكن المنقذ الحقيقي لهذه الجزيرة ولكثير من المناطق اليمنية هو التعليم. يجب ألا تزيد نسبة التخلف في بعض المناطق اليمنية. يجب أن توضع يعني هذه الجامعة ستضع الحلول، والتعليم هو كفيل بإخراج سقطرى وغير سقطرى من هذه الأزمات البيئية والأزمات الاجتماعية والأزمات السياسية. هناك من يريد أن يعطل الحياة الاجتماعية في سقطرى ويقول لدينا أهل ولدينا أقارب، ويضحكون على الناس بعمليات التجنيس أو التهجير القسري. هذه أعمال مرفوضة. علينا مساعدة أهلنا في سقطرى والوقوف بجانبهم. هناك كوادر يمنية حقيقية عليها الذهاب إلى سقطرى للإسهام في عملية التعليم وفي عملية بناء ونهوض هذه المحافظة في هذا الموقع الهام من العالم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور فيصل علي، كنت معنا عبر السكايب من كوالالمبور، والشكر أيضا للدكتور محمد خليفة من أبناء جزيرة سقطرى وهو رئيس المؤسسة اليمنية للنهضة والتنمية، كان معنا عبر السكايب من الجزائر، والشكر أيضا لمحافظ محافظة سقطرى الأستاذ رمزي محروس. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الزملاء في الإعداد والإنتاج، الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.